تم تشييع المعلم ربيع حامد، وهو من معلمي مدرسة عكاظ النموذجية الابتدائية للبنين في محافظة الأنبار. بدأ التشييع من مدرسته بناء على وصيته، فلنشاهد. إن كنت مثلي للأحبة فاقدا أو في فؤادك لوعة وغرام في ديار الضاعين ونادها يا دار ما فعلت بك الأيام يا دار أين الساكنون يا دار أين الساكنون وأين ذياك البهاء وذلك الإعظام يا دار مماثلت نجومك عمنا والله من بعد الضياء ظلام يا دار أين زمان ربعك مولقا وشعارك الإجلال والإكرام يا ليت شعري كيف حال أحبتي وبأي أرض خيموا وأقاموا يا غائبين وفي الفؤاد لبعدكم نار لها بين الضلوع ضرام لا كتبكم تأتي ولا أخباركم تروى ولا تدنيكم الأحلام